والقبائل العربية في كل مكان وفي العراق بالذات أن تكون كتلة واحدة من أجل بناء هذا الوطن العظيم. نحن اليوم نعيش في ظل ليس قبلية، وإنما أهمية العشائر برز دورها بشكل كبير كفئة حامية وراعية للسلم المجتمعي. القسم الوراثي تكون تأخذ العينة من الفرد على شكل عام، تحتوي على خلايا، والخلايا تحتوي على حمض نووي. أربع قواعد فقط، فالفحص القسم الوراثي يتم على تردد هذه القواعد. فأنا عندي 10 أليلات أشبه أبويا بتسعة، والعاشر يكون فقط يشبه لي هو هويتي. علم الأنساب كعلم جليل يثبت بالنسب العربي وغير العربي وفي كل واحد من نسبه، وكذلك هذا العلم الجليل لا يفرق بل يسد، ولذلك دخلنا هذا العلم الجليل وهو الحمض النووي وعلم السلالات في هذا المضمار من أجل تطوير وتثبيت الشعب العراقي والشعب المصلي بالذات، لأنه العلم السلالات يريد في هذا الشكل هذا بأنه كل الوطن العربي يستعمله إلا العراق حديثا بدأ يستعمله. ولذلك مؤتمرنا الأول اللي عقد في بغداد والمؤتمر الثاني اللي عقد هنا في مدينة الموصل الحبيبة وباقي المحافظات راح يبدأ من هذا المكان إلى المحافظات الأخرى اللي يريد بأنه يسمعها. ولذلك فضلنا الموصل على باقي المحافظات لأنها الموصل الجريحة، ونتمنى في يوما ما بأنه الخير والبركة لهذا الشعب الجليل. تشرف الجامعة التقنية الشمالية باسم الأستاذ الدكتور موفق يحيى حمدون برعاية المؤتمر الأول للحمض النووي والجينات الوراثية. هذا المؤتمر جاء تلبية لحاجات مجتمعية كبيرة قد يكون أهمها علم الأنساب والوراثة، وقد يكون الأهم من هذا هو أصل الإنسان. هذا المؤتمر يؤكد بحقيقة واحدة، إن الإنسان كما ذكر القرآن الكريم أصله من طين وأصله من تراب، وأصله لآدم وحواء، أصل واحد وسمة واحدة تفرعت وتداخلت في مجتمعات كثيرة لتعطي العالم دروسا بأن الخصوصية هي خصوصية الإنسانية. من أراد أن يرتقي فليرتقي بالإنسانية، من أراد أن يرتقي فليرتقي بأخلاقه وعلمه وثقافته، ولا يرتقي بنسبه ولا يرتقي بقبائله. رغم أهمية القبائل ورغم أهمية النسب ورغم أهمية كل الارتباطات المجتمعية، ولكن هناك حقيقة ثابتة أن الأخلاق تسمو وأن العلم يسمو. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للقائمين على هذا المؤتمر لما له من أهمية واسعة في واقعنا اليوم، واقع المجتمع الموصلي بشكل خاص والمجتمع العراقي بشكل عام. هذه التظاهرة العلمية وهذا المؤتمر بهذا النوع المميز يعتبر رسالة واضحة وصريحة إلى العالم أجمع بأن شعب نينوى شعب علم وثقافة وشعب طموح وشعب محب للسلام، وهذا الشعب لن يثنيه عزمه كل أشكال الإرهاب، ولن يؤثر عليه الإرهاب بأي شكل من الأشكال. هذا الشعب المتمسك بالحياة الحرة الكريمة. أحيي كافة الحضور وأحيي شعب نينوى كل العز وكل التقدم للشعب العراقي العظيم، وإلى شعب نينوى العظيم. رحم الله شهداء العراق ورحم الله شهداء الموصل.